بعد شهور من التهديد والوعيد، بات المحتمل واقع نعيشه، واقع ربما لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. أوروبا على صفيح ساخن، العالم يرتقب مصيره، والقوة العظمى في العالم أمام اختبار حقيقي، إما تثبت استمراريتها في الهيمنة على النظام العالمي، أو تسلم مجبورة راية حكم العالم للدب الروسي وشريكه الصيني. هكذا هو الحال منذ أن اجتاح الجيش الروسي الرئيس فلاديمير بوتين الجار الأوكراني لينفذ وعيده ويجعلنا نشهد أول غزو شامل لدولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس البولندي فلاديمير زيلينسكي لم يتوقع أنه سيواجه هذا المصير حين قرر الانتقال من عالم الفن لصراع السياسة. ما أسباب الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف لرئيسان كان أجدادهم جنود في الجيش الأحمر في الحرب العالمية الثانية أن يتحولا اليوم لأعداء؟ وما قصة الرئيس الأوكراني زيلينسكي وعلاقته بالتمثيل؟ كل هذا وأكثر ستعرفه في هذا الفيديو، فلا تذهب بعيداً. ولد فلاديمير ألكسندروفيتش زيلينسكي في 25 من يناير لسنة 1978 في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية سابقاً. والدته هي ريما زيلينسكا التي كانت تعمل مهندسة، بينما والده ألكسندر زيلينسكي كان رئيس قسم علم التحكم الآلي في معهد كريفيريه للاقتصاد. وبالعودة لجده إيفانوفيتش زيلينسكي، نكتشف أنه كان أحد أبرز الجنود ضمن الفرقة 57 التابعة للجيش الأحمر خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما يجعل الصدام الحالي بينه وبين الرئيس الروسي مستغرباً بعض شيء، خصوصاً كون أجدادهما ربما حاربا سوياً تحت شعار الاتحاد السوفيتي. ولقد لقى جد الرئيس الأوكراني حتفه في محارق الهولوكوست على يد الجيش النازي. في عامه 16 تلقى منحة دراسية في إسرائيل، الموطن الأم بالنسبة لليهود حول العالم، ومع هذا لم يستغلها بسبب رفض أبيه، واكتفى بالحصول على شهادة القانون من جامعة كييف الوطنية. وربما تعتقد بأننا على وشك البدء في تعداد إنجازاته المهنية في مجال السياسة والقانون، إلا أن الشاب زيلينسكي فاجأ والديه وهو في 17 من العمر، وانضم إلى فريق تمثيل كوميدي باسم كيفي إن، وسرعان ما نال شهرة طيبة وإشادة كل من شاهد موهبته في التمثيل. ومنذ ذلك الحين قدم زيلينسكي مسيرة فنية طيبة انتهت بدخوله عالم السياسة في عام 2018. على مدار مسيرته شارك زيلينسكي في العديد من الأعمال الفنية، مثل أفلام Love in the Big City بجزئيه الأول والثاني، وفيلم Office Romance وVerse Dates وغيرها. لكن أبرز ما ميز مسيرته الفنية والذي كان جسره نحو عالم السياسة فيما بعد هو تأسيسه لفرقة كفارتال سنة 1997، الفريق الذي قدم العديد من العروض المسرحية سواء في أوكرانيا الاتحادية أو باقي دول الاتحاد السوفيتي حتى بعد تفكيكه. وهكذا ظل متمسكاً بفكرة وحدة دول الاتحاد السوفيتي وعدم التفرقة بين الروس والأوكرانيين وغيرهم من مواطني الاتحاد، إلى أن برز أول مواقفه السياسية للعلن. كان ذلك في أغسطس من عام 2014 عقب أزمة احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم أو استعادة السيطرة عليها على حد وصف الروس. آنذاك منع الرئيس الأوكراني الحالي وبشدة قرار وزارة الثقافة الأوكرانية منع الفنانين الروس من العمل داخل أوكرانيا، وأكد أن المواطنون ليس لهم ذنب بسياسات الحكام. وخلال الحرب تبرع من خلال فرقته الفنية بمليون هيرفينيا للجيش الأوكراني، وهو ما كان نقطة تحول في نظرة الروس له، حيث نادى عددا من السياسيين الروس بحظر أعماله الفنية داخل روسيا. في نفس العام لعب دور البطولة لمسلسل أوكراني كوميدي بعنوان Servant of the People، حيث جسد شخصية مدرس تاريخ في 300 من عمره ينتفض في وجه الحكومة ويفوز في الانتخابات الرئاسية.
عمل فني تحول بعد بضعة أيام إلى واقع ملموس، فبعد 3 سنوات فقط وتحديداً في مارس لعام 2018 اتجه زيلينسكي للعمل الحزبي بتأسيسه حزباً سياسياً يحمل نفس اسم الفيلم. ومنذ ذلك الحين بدأ ينشط على الصعيد السياسي، وخاض حزبه الانتخابات البرلمانية، وكان هدفه المعلن والدائم هو تطهير الحكومة الأوكرانية من الفساد المتغلغل فيها. وفي العام التالي ترشح زيلينسكي في خطوة كانت متوقعة للانتخابات الرئاسية الأوكرانية، واستطاع بالفعل الفوز على الرئيس الحالي آنذاك بوترو بوروشينكو بفارق كاسح. الرئيس السابق الذي اتهم زيلينسكي علناً أن انتماءه الكامل لروسيا وأنه من داعمي فكرة إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي من جديد. وفي 20 مايو من نفس العام تم تنصيب زيلينسكي رئيساً للبلاد، ليتحول من فنان يحمل رسالة فنية معينة لعدد من الجماهير عبر شاشات إلى الرجل الأول في البلاد والآمر الناهي ورئيس أحد أهم الدول الأوروبية جغرافياً واستراتيجياً. بات زيلينسكي أول رئيس يهودي لأوكرانيا، وبدأ مسيرته السياسية كرئيس للبلاد بعملية إحلال وتبديل لعدد من المناصب العامة في البلاد بهدف تطهير الفساد، كما كانت قضية مقاطعتي لوهانسك ودونتسك من أولى اهتماماته، حيث بادر بزيارته وتفقد تموضع الجيش الأوكراني حولها. ولعل أبرز ما أثير حول الرئيس الأوكراني هو طبيعة علاقته بروسيا، هل يعتبرها الدولة الأم الجامعة لأوكرانيا الاتحادية أم أنها دولة معادية اعتدت على شبه جزيرة القرم ودعمت الحركات الانفصالية في كل من مقاطعتي لوهانسك ودونتسك؟ أخبار وتسريبات كثيرا ما ترددت حول تلك العلاقة، ولعل الحرب الحالية تخبئ لنا الإجابة الواضحة والأكيدة. لمن ينتمي الرئيس الأوكراني؟ الحرب الحالية والتي اشتعل فتيلها الأول منذ عام 2021، في تلك الأثناء تفاجأ زيلينسكي بحشد قوات الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية الروسية، قوات بالألاف باتت تطوق وتحاصر بلاده بين ليلة وضحاها. في نوفمبر من عام 2021 اتهم زيلينسكي روسيا بتبنيها خطة لعمل انقلاب داخلي عليه وتنصيب حكومة موالية، واتهم علنا بعض شخصيات المعارضة وأبرزهم رينات أحمدوف. في ديسمبر من نفس العام وجد زيلينسكي أنه من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية من أي هجوم محتمل قد تشنه القوات الروسية، وبرغم وعوده للشعب الأوكراني بالسيطرة على الموقف ومطالبته لهم بعدم الفزع أو الخوف، فإن الأخبار الواردة اليوم من الأراضي الأوكرانية تفيد باجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية واقترابها من العاصمة كييف، بينما العالم أجمع ينتظر ردة الفعل من أوكرانيا كدولة مستقلة ومن حلف الناتو كأهم وأقوى حلف عسكري اقتصادي في العالم والذي يضم تحت رايته أوكرانيا. ومع هذا لم نجب على السؤال الأهم، ما سر تلك الأزمة ومنذ متى اشتعلت؟ بدأت نيران الحرب الحالية بين الروس والأوكرانيين في أواخر عام 2013 وأوالي 2014 مع اجتياح الجيش الروسي لشبه جزيرة القرم التي كانت تحت سيطرة جمهورية أوكرانيا. منذ ذلك الحين تصاعدت وتيرة العداء بين البلدين، ما بين طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعادة أمجاد الاتحاد السوفيتي الجريح مرة أخرى، وأفكار زيلينسكي حول أهمية قلب نظام الحكم في روسيا لاستعادة السيطرة على القرم. بعدها توالت الأحداث بقيام روسيا بدعم مقاطعتي لوهانسك ودونتسك الأوكرانيتين في رغبتهما بالانفصال عن أوكرانيا، وهو ما قابله الرئيس الأوكراني باتهام صريح للروس، خصوصا نظرا للوضع الديموغرافي لتلك المقاطعتين حيث أغلب سكانهم من الروس. ومرورا بكل تلك الأحداث ومنذ أسابيع قليلة بدأ الرئيس فلاديمير بوتين يزيد من حدة التهديد الروسي لأوكرانيا، بينما كانت أعداد الجيش الروسي على الحدود تتزايد بشكل ملحوظ إلى أن وصلت لأكثر من 100,000 جندي. بينما الرئيس الأوكراني بدأ العمل على زيادة تسليح جيشه الوطني للرد على أي اعتداء روسي محتمل، وهو ما أيدته الحكومة الأمريكية حيث مدت أعوانها بأسلحة متطورة باتت تشكل تهديداً حقيقياً على الأمن الروسي وأمن موسكو على حد وصف بوتين.
وهو ما جعله يوقع اتفاقية الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونتسك، وصولا إلى تنفيذه لكل تهديداته باجتياح أوكرانيا ونزع السلاح منها. لنجد أنفسنا أمام سؤال حتمي: إلى أي مدى ستؤول تلك الحرب الشنعاء؟ وهل يمكن أن تشتعل فتيلة الحرب العالمية الثالثة؟ شاركنا برأيك.